أي حصاد سياسي جنته الثورات العربية بعد 8 سنين من انطلاقها؟ لماذا أخفقت جل الثورات العربية في تحقيق إنجازاتها؟ وهل لعسكرة الثورة دور في ذلك؟ هل ما زال الربيع العربي حيا؟ وما آفاق نجاح المنتفضين في العبور إلى التغيير؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان انتفاضة العرب، ماذا جنى الثائرون في 8 سنين؟